انتم بخير؟ كيفكم؟ ان شاء الله يا رب تكون كل اموركم تمام. تعالوا هلا لنبلش بالتعليقات يلي تركتونا على مواقع التواصل الاجتماعي، بس هالمره باول الحلقه. كثير بحبك بس رجع طاقتك وحيويتك القديمه، انت بتجنن كل اسره العمل كمان، شكرا كثير كثير. طيب خلص ان شاء الله، انتم شايفين انه الطاقه نازله؟ والله هي مشكله. حمصود شو بتشرب قبل ما تقدم البرنامج؟ عندك طاقه كثير كبيره وتركيز عالي. شكرا بس في حدا. طيب شكرا. حضرة المساعد الاول، اتحداك تذكر انجازاتك الشخصيه، اكيد ما رح تحكي لانه انجازاتك صفر. خيو محمد الملك، انا ما حجاوب على انجازاته للمساعد الاول، خلي بس هو يرجع حيقول لك شو هو انجازاته وحيقنعك. اللهجه الحمصيه احلى عالم، على عيني. شكرا شكرا شكرا. لم كم لم شكرا شكرا شكرا، الله يعطيك العافيه. تعال هلا لنبلش بالحلقه. اليوم رايحين نحكي عن فيلم ما عن مسلسل. هذا الفيلم نافس على شباك التذاكر وحقق إيرادات ضخمة من اليوم الأول تبعه، تخطى فيلم 122 من ناحية الإيرادات، لأنه الناس كانت قاعدة عم تستنى لهذا الفيلم. فيلم نادي الرجال السري الكوميدي من بطولة غدا عادل وكريم عبد العزيز وماجد الكدواني ونسرين طافش. اي نعم، نسرين طافش. وهذا الفيلم هو أول عمل سينمائي مصري للمتألقة نسرين طافش. كانت متألقة لدرجة بتصير بتشك إن عن جد هي مصرية أو سورية، هيك أنت بتصير بتضيع. الفيلم من إخراج خالد الحلفاوي ومن تأليف أيمن وتار ومن إنتاج لؤي عبد الله ووائل عبد الله. خلونا نشوف هذا البرومو يلي حضرنا لكم إياه لتاخذوا فكرة عن الفيلم. هل أنت مراهق في الأربعين أو الخمسين من عمرك؟ هل تعد الفطور لأطفالك صباحاً قبل أن تستيقظ زوجتك؟ هل تعاني في إيجاد فردة جواربك أو إحدى بلوزاتك؟ مش ده التيشيرت اللي كنا قلبين الدنيا عليه وقلت لي مش لاقيه ومستغربة وأخونك لا؟ هل تشعر أنك كيوت وجقل وتريد استعراض رجولتك؟ إذن أهلا بك في نادي المهرجين الرجال، نساعدك على تلفيق الكذب ونجعل منك رجلا أكثر فحولة. يعني كل اللي انتوا بتعملوه ده علشان تخونوا مراتك؟ ايه ده؟ ما تسمعش كلام الوحش ده حبيبي. الفيلم عبارة عن مجموعة رجال عندهم نادي سري تحت صالون الحلاقة، يعني مثل فيلم كينجز مان بالضبط، بس في فرق كثير صغير. إنه هداك النادي تبعهم للدفاع عن الأرض من الأشرار، أما الفيلم تبعنا فهو نادي لتسهيل عملية الخيانة الرجل للمرأة بطريقة رهيبة ذكي ومحبوكة كتير. رامي مات إزاي؟ طب إهدى انتوا فين؟ أيوة انتوا فين دلوقتي يا حيرة؟ أنا نازل جايلكوا حال. إذا مين رامي ده؟ عمري ما سمعت عنه. لا إله إلا الله، ما سمعتش عنه إزاي هاجر؟ بس ده على طول لايكات لصورنا والعيال على الفيسبوك بيحبهم قوي. خدتش بالي. طب وانت لازم تروح دلوقتي، ما تروح الصبح. ورامي بيموت كل يوم، ما هو مات دلوقتي لازم أروح له يا هاجر. أيوة حيرة. إيه؟ يا نهار أسود، أم رامي ماتت؟ لا حول الله يا رب. يا حبيبتي يا طنط. بيجي تليفون من مدير النادي السري على أساس إنه واحد من رفقاتهم مات، مشان يطلعوا يصيع سنتين. سنتين على نفس الفكرة، سنتين على نفس الكذب، عم يكذب على مرته برضو ما تحس. مشان شو؟ مشان يروح يخونها، ويروح يخونها عند عزيزتنا المصرية نسرين طافش. مرته أبدا ما نحس بشيء. نسرين طافش مثل ما حكينا قبل كانت جدا متألقة بين الممثلين المصريين. خلاص بقى يا بنتي ما تكبريش الموضوع، بدل ما تكلف نفسك روح اسألي. قولي بسرعة أنهي سوبر ماركت ده؟ أنهي سوبر ماركت ده؟ اوعى كده اني سوبر ماركت يي. الاهرامات عم تشرشر من ادائك، عم تشرشر من هاي اللهجه. خلونا نرجع للحجه انه حدا مات. سبحان الله سبحان الله يا اخي المواطن، يا اخي المشاهد. كل ما واحد يموت ما بيموت غير قبل ما تبلش السهره بشوي، مشان زلمه يلحق. واكيد هني لازم يحطوا حجج ليش هو عم يخون. مثلا بنشوف ان مرته كثير متحكمه فيه ومتسلطه لدرجه بتحط مين يراقبه داخل العياده تبعه، بس بهذا الاسلوب. صباح الخير هاجر حبيبتي، انا وصلت العياده. خلي هدايتك في اللايف، في اللايف شيل اللايف هديه.
بص يا استاذ عصام، دي حته عجينه هتعضها برضو وهقارن انيابك برقبه الشغال. عندي استفسار، بدال هذا المنظر اللي فيه افراط بالكوميديا، في اختراع اسمه كاميرات مراقبه. هدول الكاميرات بتعلقيهم باي مكان بدك اياه بالعياده، بكل بساطه الله وكيلك انت وادي عم تشرب قهوه، صرت بتراقبي بتشوفه شو عم يعمل هون وهون. يعني هي فكره هيك على الطاير حبيبتي، ما كتير لازم نحن نفكر بهيك قصص، عيب. وغير اسباب مثلا عزيزتنا بصير بتبخ عليه كالونيا فيها ريحه الكيكي على ما اظن، لدرجه انه كل الناس بتنفر منه، لك حتى جوات العياده تبعه. باي يا حبيبتي. دكتور ادهم، ايه الريحه دي؟ اموري اموري تفضلي. هو الدكتور جاي امتى؟ جاي حالا. ايه ده؟ ايه القرف ده؟ ايه الريحه دي؟ بهذا الاسلوب بدا الفيلم بمشاهد ضغط من الزوجي على الزوج مشان نحن نستمتع ونضحك ونتعاطف مع البطل يلي هو عم يخون مرته. تمام. باخر كم سنه بالدراما المصريه والعربيه للاسف بشكل عام موضوع الخيانات صار كثير دارج لدرجه انه غالبا ما حتشوفه فيلم او مسلسل ما الخيانه هو المحور الاساسي، اذا ما كان الاساسي فهو المحور الجانبي. بس الشيء اللي عنا إياه اليوم إنه موضوع الخيانة كان رئيسي وبقالب كوميدي مثلاً. ثانية واحدة، مش ده التيشيرت اللي كنا قلبين الدنيا عليه وقلت لي مش لاقيه ومستغربة بخونك ليه؟ ومستغربة بخونك ليه؟ هيك بكل بساطة وسلاسة، أما يا أخونا لأنه كان في تيشيرت مرته ما نعم تلاقيه، لك موضوع كثير مقنع يا جماعة. أنت تيشيرتك لقيته ولا جرابات؟ بنطلون؟ ديروا بالكم ها؟ اللي ما بيلاقي يروح يخون، هيك الفيلم بيقول. نعم يا عزيزي نعم، دقة برسائل موجودة بهذا المسلسل كانت محبوكة صح ومقنعة، حتى عنصر الدهاء بالفيلم كان كتير عالي. يعني كانوا مثلا يمرقوا بعض الحكم والمواعظ مشان الناس تستفيد من هذا العمل الفني، ما يكون بس هيك كوميديا. هم مالهم منفذين على بعض كده ليه؟ ايه الجنان ده؟ ما هو الجواز اصلا للمجانين، بس انا وانت عاقلين الحمد لله صح؟ الله عليك انت، تعرف يا فريدة الجواز ده نهاية أي علاقة حب بين اتنين. الزواج نهاية علاقة الحب. يعني مثلاً نحن كيف ممكن نستفيد من هاي الموعظة؟ حتسألني عزيزي، في حال أنت كنت بتحب شخصاً ما وأنت حابب تتركه تزوجه، هيك تنتهي العلاقة. أما والله تروح تقول له ليك حبيب يا بنت الناس، والله نحن ما زابطين مع بعضنا، ما في تفاهم، ما في كيمياء، خلينا ننفصل. شو هالحكي؟ هذا الحكي ما إنه زابط، هذا الحكي لا لا عزيزي، روح اخبطها زاجي هيك لك. هيك الموضوع. في حكمة تاني لامست مشاعري من كتر دقتها وقوتها الحقيقة. اوعكم فاكر ان احنا بنعط يعني عشان الرجال علينا فرخ؟ الراجل بطبيعته صياد. انما النهارده ايه؟ تروح اي سوبر ماركت تجيب اكل مراتك وعيالك خلاص. وبالتالي بقينا نصطاد ستات. الله عليك. بغض النظر انك انت شبهت المرأة بالحيوانات تبع هذا العصر يلي لازم تصيدهم، بس نقطة صغيرة. بخصوص نظرية إن الرجل كان يصيد لحتى يبهر المرأة، مزبوط. وبوقتنا الحالي كل شيء صار أسهل، فيك تشتري اللي بدك من السوبر ماركت ووافا، ما في هذا هلأ إبهار. بس ناتج هذا الحكي عزيزي إنه الرجل والمرأة صاروا سواسي، يعني ما في حدا لازم يبهر حدا، صار في تساوي بألف قصة وقصة. بخصوص نظرية إنه الإبهار، عزيزي المثقف يلي دحش هاي الفكرة بالفيلم، الرجل لحد اليوم مستعد يبهر المرأة بأي شيء، شغله، راتبه، معارفه، المكان الاجتماعي تبعه، الساعته هذا الموضوع موجود، بس ما يعني يروح يصيد مرة. إخراجياً الفيلم بصراحة يعني صورته كانت كتير حلوة وكان في إبداع بالنقل بين الكاميرات بشكل كتير هوليودي بحت. على سبيل المثال هاي التفاحة. عزيزة حلو. ايه يا نهار اسود، ام رامي ماتت؟ لا حول الله يا رب. يا حبيبتي يا طنط، هي الست العلمه كانت عينيها مفرقه في المستشفى، احنا اللي ما خدناش بالنا. اهدى بس، انتوا في انهي مستشفى؟ ها طب انا لسه جاي لك. ايوه لسه جاي لك حالا. ما انا مشكله يعني، اذا كانت عم تاكل بالزاويه وقاعد عم تاشر بالزاويه الثانيه، هذا الموضوع طبيعي. بس اللي ما له طبيعي هو هذا فؤاد باشا. ايه عارف انا هعمل ايه. كم مرة بدنا نقول إن الكهرباء بتنتقل من جسم الإنسان للإنسان الثاني عن طريق اللمس؟ مشان الله فكره، مشان الله، ما بيمشي الحال عزيزي، ما بيمشي الحال تمسكه من رقبته وإيدك الثانية حاطها هون، ما بيصير، هذا الحكي صرنا نحن قايلينه شي 200 مرة يا جماعة، والله عيب، نبوس إيدكم مثلاً.
إلا إذا كان قصدكم نضحك على هذا الخطأ أكثر ما نضحك على النكتة بهذا المشهد. أنا ماني متأكد. فؤاد باشا؟ إيه عارف أنا هعمل إيه؟ بالأخير الفيلم كان فيه كتير مشاهد بتضحك، والسكريبت لبعض الممثلين كان حلو، يعني فينا نقول إنه عم يخدموا فكرة الكوميديا. الإخراج، تصوير، الإضاءة ما كان فيهم شيء ملفت إنه واو شو هالإبهار، كان بسيط كمان لا يخدم فكرة الكوميديا. بخصوص الفكرة، للأسف إن هاي كانت الفكرة، يعني إنه الرجال شو بيعملوا مشان يخونوا نسوانهم. للأسف كمان كان في كتير مشاهد فيها إهانة مباشرة للمرأة، وغير كمان إهانة غير مباشرة للمرأة. ما صار ضجة كتير كبيرة على هذا الفيلم، يمكن لأنه الرجال يلي هو عم يخون المرأة، ما المرأة هي اللي عم تخون الرجل. للأسف. ليش هيك أنا عم أقول؟ لأنه للأسف كمان بهذا الفيلم كان فيه كذا مشهد بيبرر خيانة الرجل لمرته، من باب أنه أنت تغيرت علي من بعد ما تزوجنا وصرت دائما مشغولة، فحق الطبيعي أني خوني، حتى بدون ما نضطر أنه نتناقش وقل لك لك ليك يا بنت الحلال والله في بيناتنا مشكلة، عادي في مشكلة عم بحمل حالي بروب خون. أنا ما عملتش حسابي يوم زي دايقتها ساعك زي وانت بتطفيني كل يوم زي ما بتطفي نفسك، تتحكمي فيا تراقبيني، ليه ما كملتيش مراتي وحبيبتي؟ ليه بقيتي أمي بس؟ عارفة أنا كل يوم بصحى جنبك في السرير ده بحس إن في حتة بتنقص مني، كل ده مش عامل حساب اليوم ده خبر. وللأسف كمان مرة فرجونا بالفيلم إنه المرأة المفروض تتأقلم مع زوجها الخاين، لأنه هذا طبع الرجال، ما بيلتقى رجل مانو خاين، هرمونات. فيا بنات أنتوا عايشين فقط لإمتاع الرجل، هيك على الفيلم. واليوم يلي بتكونوا فيه متضايقين من أي شيء، من شغل، من اكتئاب، تغير الفصل، رشحته، قربته، صار معكم أي شيء، تقبلوا إنه الرجل خونكم، هيك على الفيلم. لأنه الرجل عبارة عن كائن ما بيعرف يضبط غرائزه، هيك قال الفيلم. ليش قلت غرائزه؟ لأنه نادي الرجال السري كانوا حاطين صورة هلا قد أدى لقدوتهم، هذا هو. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكيف البرنامج من بعد الفاصل. أهلا وسهلا فيكم من بعد الفاصل. هاي الفقرة الجديدة رح نحكي فيها عن فنان، عن مسيره الفنية تبعه، عن أبرز محطات حياته. وبما أنه كنا عم نحكي عن فيلم نادي الرجال السري فيه الممثل نسرين طافش، فاليوم رايحين نحكي عن الفنانة شامل المتنوعة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، الممثلة، المطربة، الكاتبة، الروائية الشهيرة، سعادة السفيرة الدكتورة الفخرية نسرين طافش. ما شاء الله ما شاء الله عنك، مختمي الفن والسياسة والثقافة، الله يعطيك ألف عافية. نسرين طافش من مواليد حلب 82، أبوها الشاعر الفلسطيني السوري يوسف طافش، والدتها من أصل جزائري. تخرجت الفنانة نسرين طافش من المعهد العالي للفنون المسرحية بال 2008، بس أول ظهور لإلها كان قبل التخرج بكتير بمسلسل هولاكو للمخرج باسل خطيب، وبعدها بسنة دور البطولة مع تيم حسن بمسلسل ربيع قرطبة إخراج حاتم علي. أعطيته ما سأل، حكمته لو عدل. وبعد ما شاء الله ما شاء الله الله فتح وجهه وما عاد لحقت مسلسلات، تغريب الفلسطينية، أحلام كبيرة، رجال تحت الطربوش، أحفاد خليفي، صبايا بقعة الضوء، دعاة على أبواب جهنم، صدى الروح، العراب، سراب، والله تعب. ثواني، أحلام منتصف الظهيرة فيلم قصير، كتار أعمالها كتير تقريباً بيطلعوا 46 عمل بين مسلسل بين فيلم طويل بين فيلم قصير. طبعاً عم نحكي عن فنانة شامبي، يعني نحنا ما منجيب لكم حي الله، إنجازاتها ما بتوقف بس عن التمثيل، عملت أكتر كمان من غنية بلهجات عربية متنوعة، منهم متغير علي لأنه متغير علي، 1 2 3 حبيبي حبيبي، 1 2 3 وأريد أرتاح، بس آخر غنية مختلفة الحقيقة، يعني لأنها بتحمل معاني عميقة وأهداف سامية ونبيلة، مثل مثلاً مكافحة المخدرات. ما رح نعرض الغناية كلياتها خوفاً على وقتكم السمين، بس هيك الشباب رح نقول لكم كم لقطة من هذا الفيديو الكليب. ليش رحت له؟
بعد ما ظل يوهس بي خلص يكفي لعبي. شباب كأنه انت بس شوي مخربطين. نحن بنحكي عن غنية مكافحة المخدرات ما فوتو سيشن. هاي هي الغنية ما مخربطين. ما علينا صراحة، يعني أنا كمان لغتي العراقية على قدها فما فهمت كل الكلمات مزبوط، سامحوني. مهم الغنية انتشرت بشكل واسع، كتبت عنها كل الصحف. مثلاً موقع العربي الجديد قال إنه في لقطات مسروقة بالفيديو كليب على زمته. أنا ما دخلني، عم يقولوا إنه في لقطات مسروقة. مثلاً هاي اللقطة وهي، بس إحنا أخي ما لنا علاقة. من الآخر أعزائي، طموح الفنان نسرين طافش لا يتوقف عند ألبوم أو فيديو كليب. قالت بلقاء مع جريدة الشرق الأوسط إنها بتحلم تقدم عمل سينمائي غنائي. نسرين طافش ما بتعرفها؟ مغني؟ غني، عم بتغني. أوكي. شو ها؟ خيون إحنا ما دخلنا بالمهاترات بين الفنانين، ما إلنا أي علاقة. من حق أي إنسان إنه يحلم، من حق أي إنسان إنه يحلم. كمان الروائي نسرين طافش عم تحضر لرواية سوف تصدر يوماً ما، وكان بباله تألف كتاب عن التنمية الذاتية مستوحاة من تجاربها الذاتية والخبرات يلي تعلمتها بحياتها. وبسنة 2014 تعينت نسرين طافش سفيرة إنسانية لمؤسسة دولية لإغاثة أطفال فلسطين والشرق الأوسط، وأخذت دكتوراه فخرية بالعمل التطوعي من جامعة دولية بلندن، وتكرمت بكثير مهرجانات وفعاليات لدرجة أنه الممثل الفنان أيمن رضا أبدى امتعاضه عن هذا الموضوع، يمكن لأنه عم تطلع أكثر منه بمهرجانات. كل واحد هو اجتهاده. مين بتستفزك أكثر وحدة من النجمات بتكريماتهم؟ أكثر وحدة نسرين طافش، تندعى كثير كثير وحجم أعمالها بيكون أقل من الدعوات اللي موجودة. فأنا كتبت على الفيسبوك إنه يمكن هني عم يشتروا السجادة الحمراء. ما قلنا أي علاقة، يا صفنا بين بعضهم، ما دخلنا. الله يهدي النفوس يا جماعة. تعالوا نطلع فاصل خلي تهدى النفوس ونرجع نكفي الحلقة. أهلا وسهلا فيكم من بعد الفاصل مع شوية أخبار موجودة بالساحة الفنية. مؤخرا الممثلة الفنانة سوزان نجم الدين طلعت عملت مقابلة بالراديو، وطبعا لما سوزان نجم الدين بتطلع علينا ما بتروح إلا ما تفاجئنا وتفاجئ الحاضرين. عندك الجرأة؟ كلام لأول مرة. على فكرة الدخان فات بعيوني مشان ما يفكروا العالم اللي عم يشوفونا عم ببكي او عم نمع، عرفت؟ ولا يهمك، يعني نحن كنا مفكرين حدا زط عليكم قبلة دخانية بالراديو. عم تدخني غرفي معزولة، غرفي من اسفنج متر بمتر، انت فنانة بنت الوسط والله بتعرفي هذا الحكي، عم تدخني بالراديو. المهم باللقاء هذا بتصير بتحكي على مبدأ الحكي انه بلف بلف وبيرجع لاصحابه. لا تسبني ها، ما سمي بالاعمال المشتركه. نحن بعنا حالنا حبيبي. السوريين باعوا حالهم. اي لبنان، برافو على لبنان. هلا السوريين يلي مثلوا بلبنان باعوا حالهم. طيب يلي باخر 5 سنين كل اعماله مصريه، هذا شو بنقول له؟ اشترى الدراما المصريه مثلا؟ شو عم تشتغلي نقيب الفنانين بعد الدوام انت عزيزتي الممثله المخضرمه؟ خلاص يا ممثلين يا سوريين، خلاص خليجي مصري امريكي، هاي الكره الارضيه كلياتها فيكم تمثلوا وين ما بدكم الا بلبنان، هيك بتكونوا بعتوا حالكم، بعتوا الدراما. نعم هيك قالك فناني سوزان نجم الدين. اما دخلني انا مهدي النفوس، يجي حدا لعندي. بكره السوشيال ميديا، اكره السوشيال ميديا، واتمنى لو كانت لم تكن. بتمنى كثير انه يجي لحظه يقولوا ما في سوشيال ميديا، ما في انترنت، ما في، لانه بعدت الناس كثير عن بعض. صدرت كذب كثير، صدرت ناس عيب انه نشوفها، وصدرت
آراء ناس من 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 تحت الرماد ومن تحت الركام ومن وراء العتمة عم بتقيم الفنانين وعم بتقيم الناس وعم بتقيم الرؤساء، شوهت المجتمع وخاصة العربي، لأنه السوشيال ميديا أنا بعتبرها أكبر سلاح عدو للوطن العربي وأكبر سلاح خادم للعدو لإسرائيل. شيلك عن البرامج، السوشيال ميديا نفسها قديش طلعت الناس من القاع، الناس الصغيرة اللي ما بنعرف عنها شيء، اللي ما بنعرف قرعة أبوها من وين بالعامية، عم تنتقدوا الكبار. مين أنتوا أصلا؟ من أنتم؟ من أنتم؟ وقبل ما تنامي الفنانة سوزان نجم الدين تشتغل مع عمر القذافي. لا أنا بقول لك مين هدول، أنا بقول لك مين هدول اللي عم يطلعوا من القاعة، ناس حابة تعبر عن رأيها. ممكن صعب تفهم علي شو بقصد، بس هني هيك بيعبروا عن رأيهم. يعني إذا ما حابي السوشيال ميديا سكري بلا. بتعرف شغلي لازم أقول لك عليها، السوشيال ميديا مثله مثل التلفزيون. ليش؟ لأنه كل شيء بيطلع التلفزيون بيرجع بيطلع على السوشيال ميديا مباشرة، والعكس الله وكيل، كل شيء السوشيال ميديا بيطلع على التلفزيون. يعني إذا متضايقة كثير من السوشيال ميديا لا بقى كثير تطلع على التلفزيون، أو كمان لا تمثلي بالدراما اللبنانية بكون هيك عم تبيعي حالك، بس المصرية عادي في مصاري الحمد لله رب العالمين. لسه الممثل ما بيحب السوشيال ميديا ومدري شو، الممثلين نازلين تخطخ بعضهم على السوشيال ميديا. لك شو بكون؟ ذكرتونا بحالنا لما كنا بأيام المدرسة. لسه بدي أضحك ها ها، لا بقى تحكي معي خلاص، أنا أنت رافقت الشيطان وأنت مدري مين. لك شو صاير هلا؟ صار العالم كله عم يبلكوا بعضه. طولوا بالكم، لك طول والله كبار أنتوا، والله ما حلوة بحقكم. لك يا عزيزي الفنان والفنانة، والواضح انه الازمه بينهم بطل لها حل. في مدامته وهو حذفوني من على الانستغرام. مشكله بين الفنان ايمن رضا والفنان باسم ياخور، واشاعات باعتزال ايمن رضا وطلع نفاها. لك يا اخي حريه شخصيه باستخدام السوشيال ميديا، بلوكات. واشار دريد لحام الى ان مواقع التواصل الاجتماعي جاءت لتنهش في المجتمع العربي الذي يعاني اصلا من عده مشاكل. الله يخرب بيت هالسوشيال ميديا، كله إشاعات بإشاعات. لكن العمى منين طلعوا لنا هاي فيها؟ ومن لما طلع السوشيال ميديا الفنانين السوريين بلشوا يسبسبوا، لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى ثقب الأوزون طلع عند الفنانين السوريين كله من وراء السوشيال ميديا. طبعاً الإشاعات على الفنان دريد لحام هي وفاته. يا أخي نزل بوست خلاص، خلصت القصة. والله العالق يعني تقول لك كلمتين، حتى في شغلات كانت تطلع بالتلفزيون بالأخير طلعت إشاعات. الله وكيلك، في عالم كتير كنا نصدقهم بالتلفزيون بس هلأ بطلنا نقدر نصدقهم. الله وكيلك، هذا شو نروح نقول لهم؟ ينهشوا كما والله نهشوا. يعني بس هيك سؤال صغير، انتم متضايقين من السوشيال ميديا لأنكم ما كنتم عم تعرفوا تشتغلوا فيه، ولا لأنه في غيركم عم يصير مشهور وانتم متضايقين؟ يا جماعة لهون بتكون خلصت حلقتنا، بتمنى تكون عجبتكم. لا تنسوا تكتبوا لنا تعليقاتكم الحلوة عشان نقراها الحلقة الجاي. تبقوا جميعا بصحة وعافية، بتمنى تكون عجبتكم هاي الحلقة. نشوفكم الأربعاء الجاي، سلامات.